يتواصل مسلسل اختفاء الطفل فاتح بوجرين من دوودة البحرية ليدخل يومه الخامس، وتتواصل معه عمليات البحث والتفتيش مع انتظار خبر مفرح يعيد البسمة للعائلة التي بدورها تمنت توقف الإشاعات المنتشرة هنا وهناك. التغطية لإسماعيل محبوب وجمال دنبوشة. ما كان والو اليوم، اليوم 5 أيام ما بان حتى أخبار خويا، ما كان والو، ورانا نستناه ورانا صابرين خلاص. هذا ما كان شنو مصالح الدارك، ما تعطيكمش كاش معلومات كاش توقيفات جديدة؟ ما زال ما كان والو، واش عندهم راهم يحقوا معهم، وهذا ما كان أي تصريح راه يجيكم، ما كاش منهم إشاعات وخلاص. الوالدة في حالة لأنه بسبب إشاعة، لذا نطلب كذلك من قوات الأمن أن تتحرك للمرة الثانية والثالثة والرابعة لعله فيها خير إن شاء الله.